السؤال يقول: اقترضت من والدي مبلغ 32 ألف ريال لغرض أن أكتتب بها في أسهم أرامكو، وقد شريت بالمبلغ كاملا وقت الاكتتاب، هل علي أو على والدي زكاة المبلغ إذا حال عليها الحول، أم يكفي إخراج الزكاة التي تقدمه الشركة عن الأسهم؟ إذا كان قد اشترى هذه الأسهم بنية الانتفاع من ريعها وما ينتج عنها من عوائد، فهذا لا زكاة فيه، تكفي الشركة زكاة الشركة التي تحصلها الجهات ذات الاختصاص بالزكاة. أما إذا كان اشتراها ليتاجر بها ويداول بيعا وشراء، فهذه تكون من عروض التجارة يخرج زكاتها، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين فيما يتعلق بزكاة الأسهم، التفريق بين من يشتري الأسهم لينتفع من عوائدها وأرباحها، وبين من يشتري الأسهم ليضارب بها ويتاجر ويتداول فيها. الأول زكاته إذا كانت الشركات تخرج الزكاة فتكفيه، والثاني وهو من يضارب فهذا يعتبر ما عنده من زكاة مال تجارة من عروض التجارة، فيزكيه عند تمام حول أصل المال الذي تاجر فيه. نعم، بارك الله فيكم.